استخدمت السمارت بارك الحديث الجراج الحديث انتي انسي السيارة صح حتى هو كل السيارات صار بارك فار من قبل ناخذ سيارة راح يتحسس الحساس وتدخل ترتفع البوابة اشتغل صار بارك اسكوب من سرس من ملك السيارات اريد ناخذ سيارة سابعة يتحسس فيها الحساس من البوابة وترفع ليش؟ لان البارك اسكوب من اريد اطلع عادي اقدر احسس فيها الحساس جيبيه هون احنا لازم نستخدمها انت فيه يلا حلو تشتغل على بطارية الايونيليتيوم مقابل اعداد الشحن عملية التخصص شلون تصير هاي الحساسات عندنا احياء اللي هو اشكال الخلايا العصبيه بجسم الانسان.